في القرن 26 مجموعة من الفصائل الفضائية بيتحدوا عشان يعملوا تحالف عسكري اسمه الكوفينانت، وبيكونوا كده شايفين ان السلاح الخارق المعروف باسم الهالو ده هيفتح لهم الطريق للخلاص ويخلي البشر يخضعوا ليهم، وبيبدأوا يعملوا مذابح جماعية عشان يخلصوا كده من البشر زي اللي ما يتسموا كده بالظبط. وفي سنة 2552 المستعمرة البشرية مادريجال، كوان واصحابها بيبقوا بيتمشوا في الغابات وبيدوروا على حشيش يسفوه ويتسطلوا سوا، بس مرة واحدة كوان بتسمع صوت غريب فبتسيب صحابها وبتروح ورا الصوت ده، وبتكتشف ان في سفينة ركنت قريب منهم وفي انوار كتير خارجة منها، فبتترعب كده وبتجري على اصحابها عشان تحذرهم وتقول لهم يرجعوا بيوتهم بسرعة، بس قوات العدو بيوصلوا لهم وبيبدأوا يموتوا فيهم، فالشباب بيحاولوا انهم يهربوا منهم بس بيلاقوا قوات العدو بتضرب عليهم نار من كل مكان وبيقتلوا فيهم واحد ورا التاني، بس كوان بتستخبى بسرعة وبتضرب طلقة كده للمسدس الناري اللي معاها عشان تحذر بيها باقي الناس، واللي أول ما بيشوفوا الطلقة دي بيجروا ياخدوا أماكنهم عشان يدافعوا عن المستعمرة ويستعدوا للقتال. وبعدها كوان بتفضل تجري وبتدخل المستعمرة قبل ما يقفلوا الباب، وبتقول لباباها إن قوات العدو دول مش ناس عاديين، بس هو مش بيسمع لها وبيبعتها تستخبى مع باقي المواطنين. وفي الوقت ده العدو بيوصل عند البوابة وبيضرب نار وبيفجروا المكان، وبعدها مجموعة من الكائنات الفضائية بيدخلوا ويقتلوا في الناس في غمضة عين، وبسبب ان الأسلحة للبشر بيحاربوا بيها بتبقى بدائية جدا مش بيلحقوا يدافعوا عن نفسهم وبيموتوا كلهم، وكوان ما بتقدرش انها تقعد تتفرج فبتخرج كده تدور على باباها، والحقيقة ان اللي عملته ده بيخليها تنفد من الموت لان واحد من الكائنات الفضائية دول بيفتح باب الملجأ وبيقعد يموت في كل الموجودين. وفي اللحظة دي بتيجي سفينة وبينزل منها سبارتنز، وهم عبارة عن جيش من الجنود الخارقين اللي متضربين كده عشان يقاتلوا الكائنات الفضائية دي، فبيحاربوهم بأسلحتهم المتطورة وبيتغلبوا عليهم، وكوان بتقعد تجري وهي بتحاول تتفادى المتفجرات، ولما بتستخبى في عربية واحد كده من الفضائيين بيشوفها، بس لحسن الحظ قاد الفرقة بيشوفه وبيموته من بعيد، وبمجرد كده من الفضائيين بيتزنقوا السبارتنز بيخلصوا عليهم كلهم مرة واحدة وبينهوا القتال خالص. وكوان لما بتبقى رايحة لباباها بيجي كائن فضائي لسه عايش وبيبقى رايح يموتها، بس باباها بيتدخل عشان ينقذها، بس الكائن الفضائي بيموته قدام عينيها، فقائد الفرقة بينط على الكائن الفضائي ده وبيموته، وبعدها بيبعت التقرير بتاعه بيقول ان 20 كائن فضائي و150 مواطن اتقتلوا ومش بيكون فاضل غير كوان بس هي اللي عايشة. وبعدها السبارتنز بيمشوا وبيروحوا لسفينة العدو، وكوان بتقعد تعيط على موت باباها، بس لما بتستوعب انها لوحدها تماما في المكان ده بتقرر انها تروح وراهم. وبعدها السبارتنز بيدخلوا الكهف اللي كوان كانت شافته وما عندهمش فكرة ان في كائن فضائي ماشي وراهم، وبيكتشف ان الكوفينانت كانوا في المكان ده وبيخططوا الحاجة، والقائد بيلاقي رمز على الحيطة ولما بيلمسه الكهف كله بينور، وبيشوف قدامه رؤية بعيلة كده بتقضي يوم لطيف ومعاهم كلب بيجري في المكان. وفي اللحظة دي مساعد القائد بيسحبه لورا والقائد بيفوق، وهنا بيشوفوا الكائن الفضائي اللي بيراقبهم فبيطردوه، بس هو بيتحول للوضع الشفاف وبيختفي وهو بيجري، وهو بيهرب منهم بيخبط في كوان وبيوقعها فبتفقد وعيها، والكائن بيروح للسفينة وبيتحرك. وبعد كده في اليونيسيس دكتورة هالزي بتقنع مديرتها الأدميرال بارونجوسكي تسيبها يعني تدرس الرمز اللي على الحيطة ده بدل ما هم يتجاهلوه كده، وهي خارجة برانسوكي بتاخد بالها ان هالزي لسه شغالة على مشروع المفروض ان هو توقف وبتقول لها تخلص منه، فهالزي يعني بتدخل أوضة فيها كبسولة جواها جسم واحدة، بس هالزي مش بتقدر تموتها. وفي الوقت ده في مركز الكوفينانت الزعيم بيروح لماكي البشرية الوحيدة اللي في المركز واللي اتربت معاهم وبيقول لها ان في حد قدر يشغل الاثر اللي في الكهف، وماكي بتتصدم لما بتعرف ان في حد غيرها عرف يشغله. وفي الناحية التانية كوان لما بتصحى بتتخض عشان بتلاقي نفسها في سفينة السبارتنز، وبيجي الهولوجرام بتاع دكتورة ميراندا تطلب من كوان انها تصور فيديو وهي بتحكي عن اللي حصل للمستعمرات، لان بالطريقة دي هيوقفوا قتال مع اليونسيس التانية، وتقول لهم يعني بالكوفينانت بيعملوه يقاتلوا الفضائيين سوا، بس بعد ما قضت حياتها كلها بتحارب الدعاية بتاعت الحكومة
كوان بترفض إنها تكون جزء من اللي بيحصل إلا لو مقابل إنهم يدوها يعني حرية المستعمرة بتاعتها. وبعد شوية القائد بيقعد كده مع كوان وبيعرف منها إن هو قابلها قبل كده، وبيطلع إن هو اللي قتل مامتها. وفي الوقت ده بتجيله رسالة بيقولوله فيها إنه لازم يخلص على كوان، فبيتضايق كده وبيقرر إن هو يطفي كاميرات المراقبة. وفي الوقت ده في المقر برانجوسكي بتبقى متعصبة في هلز كده، بتقول لها إن الظاهر كده إن الأثر رجع للقائد ذكرياته ومشاعره، وعشان يسيطروا على الوضع بتقلل مستوى الأكسجين عشان تموت كوان، وبيخلوا كده 40% بس في بدلته، وده بيكون كفاية عشان يقدر يتحرك ويفتح اللوحات بتاعت السفينة، وبيساعد كوان إنها تعيش. فبرانجوسكي بتتغاص أكتر كده وبتأمر رجالتها إنهم يفجروا السفينة لما تقرب. وفي الوقت ده في السفينة كوان بتمسك سلاح وبتهدد بيه القائد عشان بتكون فاكراه هو اللي بيحاول يموتها، وعشان يكسب ثقتها بيقلع الخوذة بتاعته وبيوريها وشه وبيقولها إن اسمه جون. فكوان بتوافق إنها تساعده بيضربه كده على الذكاء الاصطناعي بتاع السفينة، وبيغيروا للوضع اليدوي عشان جون يقدر يتحكم فيه هو، بس للأسف المدفع بيضربهم وبيقعوا، ولما بيلاقي الجنود كلهم ملمومين حواليه بيقرر يلمس الأثر تاني، والرؤية بتوريه مشهد تاني ليه وهو صغير مع عيلته، ووقت ما كان بيرسم الأثر ده، وهنا الرمز الأثري بيضرب القاعدة بموجة طاقة قوية، وبيخلي الكهرباء تقطع في القاعدة كلها، والأسلحة كمان تتعطل، بس السفينة بتاعتهم بتشتغل فجون وكوان بيهربوا بيها بسرعة، وبعد كده جون بيفتكر من 22 سنة، وقت ما كان لسه بيتدرب، وقتها كان بيتسحب في نص الليل وقابل في وشه سورين، وبيفكروا يعني بأنه لازم يلتزم بالقواعد، بس سورين بيقولوا أنهم محتاجين يمشوا ورا اللي حاسين بيه، وأن المكان ده عامل لهم غسيل مخ، وبيفكر جون كمان أنه هو خسر دراعه بسبب يعني التجارب اللي بيعملوها عليهم. فجون بيقرر يديه 5 دقايق عشان يهرب، بس هو بيرفض. وفي الحاضر كوان بتصدم لما بتشوف الأنوار اللي حوالين السفينة، وجون بيشرح لها أنهم بيستخدموا طريقة سفر مميزة اسمها الانزلاق، وفي الآخر بيوصلوا لمكان كله صخور فضائية. فجون بيسرع السفينة وبيمشي من حواليهم علشان السفينة ما تتدمرش، ومجرد ما بيمشوا من هناك بيلاقي محطة فضائية مستخبية اسمها زرابل، واللي مش بتمشي على قواعد المقر، فالناس اللي فيها بيرفعوا أسلحتهم على طول وبيحاولوا يسدوا الطريق قدام جون، بس هو بيبعدها وبيكمل ماشي عادي. فبيجي قائد المحطة وبيقول لهم ينزلوا أسلحتهم ويطلع سورين صاحبه القديم، فبيرحب بجون كده وبيقولوا انهم حاطين مكافأة للي هيمسك كوان. وفي الناحية التانية في المقر بيعملوا اجتماع بيتناقشوا فيه في الموقف ده، وبيكونوا عايزين يخلصوا على جون، بس هالزي بتعترض وبتقول لهم انها عندها برنامج جديد اسمه كورتانا، وانه المرحلة الجاية من التطور البشري ويقدروا يبدلوا فيه وعي السبارتنز بالذكاء الاصطناعي عشان يقدروا يعني يتحكموا فيهم احسن، وبسبب الضغط اللي برانجوسكي بتتعرض له بتضطر انها توافق على المشروع. وفي الوقت ده في مدريجال جراس بيقتل كده كل المتمردين اللي كانوا على علاقة بأبو كوان، ولما الدرون بيعد كده من فوقه بيضربوا بالنار عشان كوان ما تقدرش تتجسس عليهم. وبعد كده هي وجون بيوروا كده سورين الرمز الأثري، بس لما سورين بيلمسه مفيش حاجة بتحصل كده، فبيقرر يعرفهم على ريس خادم كان محبوس في الكوفينانت، ولما بيشوف الرمز بيقولهم ان هو حاجة مهمة جدا لكوفينانت، وبيقولهم انهم قلبين المجرة كلها على اجزاء بتاعته، ولما بيلمسوا مفيش حاجة بتحصل برضو لان اصحاب الدم النقي بس هم اللي يقدروا يشغلوه، فبيمسكوا وبيحدفوا على جون اللي اول ما بيلمسوا بينور وبياخد شكل الحلقة وبينشر موجة في المكان، وبيخلي جون يفتكر ذكريات تانية بيشوف فيها جثة مامته قدامه، ولما بيفوق ريس بيقول لهم يعني وهو بيصوت ان الحلق ده عبارة عن هالو، السلاح الخارق للفضائيين عايزين يخلصوا بيه على البشر، وبيقول له ان هو لازم يدمر الرمز ده ويضحي بحياته عشان ينقذهم كلهم. فجون بيتضايق من الكلام ده وبيقرر انه يرجع المقر عشان يساعدوه يعني يتعامل مع السلاح الخطير ده، فبيطلب من سورين ان هو ياخد باله من كوان وبياخد السفينة بتاعته وبيمشي. وبعد شوية بيوصل المقر والجنود بيقبضوا عليه على طول، وهالزي بتاخد الرمز عشان تدرسه. وهنا بنشوف مشهد قديم لكوكب كده أوبان، واللي فيه مستعمرة بشرية فيها خدم كتير والكل فيها بيبقوا بيشتغلوا، وبنشوف كده طفلين مستخبيين وبيقروا قصة، ومرة واحدة الحراس بيطبوا عليهم
فبيجروا وراهم لحد ما بيمسكوا الولد وبيقعدوا يضربوا فيه، ولما بيمسكوا البنت وبيجوا كده كائنات من الكوفينانت ويزقوا الحراس وبياخدوا البنت معاهم، وبنعرف ان البنت دي تبقى هي ماكي. وفي يوم تقول الرئيس بتاعها كده انها هتروح تدور على الرمز وجون بنفسها. وفي الوقت ده في المقر هالزي بتصحي النموذج اللي كانت مخبيها في المعمل واللي بيكون عبارة عن مستنسخ منها، وبعد ما بيتكلموا عشان يتأكدوا ان المخ بتاع المستنسخ شغال كويس، هالزي بتجيب جون المعمل وبتقنعه يعمل عمليات معينة عشان يقدر يرجع لأرض المعركة. وبعدها بيدخلوا إبرة في عين المستنسخ عشان يطلعوا المخ بتاعه، وبعدين بيزرعوه في راس جون والمستنسخ بيتبخر. ايه الشغل الجامد ده؟ وبعد ما بيخلصوا العملية كورتانا بتظهر كهولوجرام بتمثال الذكاء الاصطناعي، ومهمتها هي انها تدمج نفسها مع جون عشان تحسن من أدائه الجسدي والعقلي. بس الأول هالزي بتمنعها علشان يعني بتكون عايزة تختبر الرمز، ولما جون بيفوق مش بتعجبه فكرة ان في صوت في راسه، بس بيكمل في الاختبارات. واول ما بيلمس الرمز، الرمز بيشتغل وبيشوف ذكريات تانية من طفولته. بس وهو متوصل بالطريقة دي كورتانا مش بتقدر انها تشوف اللي شايفه. وبعدها جون بيحاول يدور في قاعدة البيانات على المكان اللي بيشوفه فيه ذكرياته ده، وكورتانا بتحاول انها تساعده بس بيلاقي ان مفيش حاجة بتصحي مشاعره زي الرمز. فكورتانا بتفكره بان النظام الجديد منعه من انه يحس بحاجة، فبيقرر ان هو يشيله. ولما كورتانا بتحاول تحذر هالزي، الدكتورة بتقولها تتعامل معاه على انها صاحبته مش جاسوسة. وبعد كده بعد ما جون بيمشي ورا تعليمات كورتانا بيقدر يشيل المنظم بالسكينة، ومعندوش فكرة ان زميلته كاي بتراقبه في السر. وبعدها جون بيروح يتمشى وبيشوف كده هو هيحس بإيه المرة دي، ولما بيلاقي كلب قدامه بيفتكر الرمز فبيجري على المقر عشان يلمسه تاني. والمرة دي بيشوف نفسه هو عمال بيرسم في الرمز كتير لحد ما باباه بيزعقله، فبيوريه ان هو رسم حاجة تانية وبيقوله ان الاتنين بيتركبوا في بعض. وبعدها باباه بيخليه يدفن حاجة، ولما جون بيرجع للحاضر بيقرر ان هو يدور على الحاجة دي، فبيفتكر المناظر اللي كان بيشوفها حواليه. ولما بيشرح لكورتانا بتدور كده في قاعدة البيانات وبتقوله ان هو من كوكب إريدانوس 2 واللي ما بقاش صالح للسكن من بعد ما سفينة حمولة نقلت له كده فيروس مسح البشرية كلها. ولما هالزي بتلاقيه بتحكي لها كل حاجة، فبيتفقوا انهم يسافروا مع بعض عشان يفهموا ايه الحكاية. وفي الوقت ده السفينة دورية بتلاقي سفينة الكوفينانت ظهرت جنبهم مرة واحدة، وبيتصدموا لما بيلاقوها مش بتهاجمهم. ولما بيحاولوا يتواصلوا معاهم بيلاقوا واحدة بتطلب منهم المساعدة وبتقول لهم انها هربت من الكوكب بتاعها بعد ما الكوفينانت هاجموها. فمجموعة من الجنود بيروحوا السفينة عشان ينقذوها، بس البنت دي بتطلع ماكي واللي بتطلق عليهم دود فضائي واللي بيقعد يقتل فيهم، فبتروح للقائد عشان تحقق معاه، بس هو مش بيرضى يتكلم فبتموته بالسلاح اللي في ايديها. وبتلاقي ان السفينه دي ما فيهاش حاجه مفيده، فبتقرر انها تروح مادريجال. وفي رابل كوان بتشوف الاخبار ان جراس بيستولي على كوكبها، فبتطلب كده من سورين ان هو يسيبها تروح تقاتله، بس هو بيرفض. وبعد شويه بيلاقيها بتحاول تسرق واحده من السفن، فبتعرض عليه عرض جديد وبتقول له ان لو اخدها للكوكب هتديله فلوس كتير من فلوس اهلها، وسورين بيوافق وبيضعف وبيمشوا بالسفينة. وفي الناحية التانية في المقر كاي بتقرر تقلد جون وتشيل الجهاز اللي زرعوه فيها، وبتبدأ من لحظتها تحس بإحساس مختلف وتقرر بعدها انها تصبغ شعرها، معرفش ايه العلاقة يعني. وبعد كده كاي وباقي الفريق بتاع جون بيقابلوا ميراندا واللي بتكون عايزة تختبر رمز في وقت كده ما هالزي مشغولة. بس مهما الكل كده حاولوا انهم يلمسوه مفيش حاجة بتحصل. وفي الوقت ده هالزي وجون بيوصلوا عند الكوكب بتاعه وبيلاقوا البيت اللي كان عايش فيه، فبيبدأ كده يحفر على طول لحد ما بيلاقي صندوق فيه الرسومات بتاعته كلها. وبعدين كده بيدخل البيت وبيطلب من كورتانا انها تستخدم ذكرياته عشان ترجع شكل البيت زي ما كان، وهو بيتمشى وبيقعد كده يفتكر في ذكرياته اكتر، وبيشوف نفسه وهو صغير وقاعد يرسم وبيلاقي مبنى معدن كده كبير قوي ورسومات كمان بتوريه كهف تحت الارض واللي كان دخله قبل كده وهو صغير ومعاه الكلب بتاعه. وقتها الولد لمس حاجه كده على الحيط خلت الكهف يتهز، فبيطلع يجري
والرؤية اللي بعديها بيشوف فيها وقت ما هالزي جت تقابله هو طفل، فهو يعني في الحاضر بيسألها هي ليه كانت هنا، بس هي بتقوله ان اكيد صدمة يعني بوظت له الذكريات شقلبتها. فبيقولها ان هو افتكر الرمز التاني فين، فبيروحوا للصحراء وبيدخلوا كهف قديم، وهناك بيلاقوا الرمز التاني محشور في الحيطة. وفي الوقت ده كوان وسورين بيوصلوا مادريجال، وبيلاقوا هناك لوحات طالبين فيها تسليم كوان، وبعدها بيحضروا جنازة باباها. ولما بتتكلم مع ناس من معارف باباها بتعرف ان المظاهرات وقفت عشان الناس خايفة، وعشان كده هما بينفذوا أمر جراس وهم ساكتين. كوان وقتها بتهب فيهم وبتقولهم انهم جبنة، وده بيلفت انتباه الحراس، وناس وقتها بيحاولوا يحاربوا الحراس بس مش بيقدروا يتغلبوا عليهم. وبعدها سورين بياخد كوان وبيرجعوا على السفينة، بس للأسف بيلاقوا اتاخدت، فكوان بتطلب منه ان هو يساعدها تلاقي عمتها، وبتقوله انها معاها فلوس يشتروا بيها السفينة. وهم ماشيين في السوق بيتعرضوا لهجوم، بس سورين بيهزم الناس دي، وقبل ما الموضوع يوسع منهم عمت كوان بتيجي، فكوان بتفضل معاها، وسورين بيروح يطمن على السفينة بتاعته. وللأسف واحد من البياعين بيقوله ان السفينة بتاعته اتفكت وبعوها قطع غيار، فسورين بيسأل الموتوسيكل بتاع الراجل ده. وفي الناحية التانية كوان بتعرف من عمتها انه ما بقاش فيه فلوس عشان باباها صرفها كلها، وبتقولها ان باباها مات بسبب كذبه، وبتحكي لها القصة وبتقولها ان من كام سنة باباها راح لمجموعة في الصحراء اسمهم الميستيكس، ولما رجع تصرفاته بقت غريبة، وكان مقتنع ان هو لازم يحرر مادريجال. ومرة واحدة بيلاقوا واحدة جراس كده باعتها عشان تقتلهم، فبتموت عمتها، وقبل ما تقتل كوان سورين بيوصل وبينقذها، بس الست بتهرب من الشباك. وبعدها سورين بياخد كوان وبيلاقي الحراس بيضربوا عليهم نار، بس الاتنين بيركبوا الموتوسيكل بسرعة وبيهربوا، لحد ما بيوصلوا عند الصحراء والموتوسيكل وقتها بيعطل اصلها ناقصة، فسورين بيكلبش كوان في الموتوسيكل عقبال ما يروح يدور على حل، بس كوان بتكسر الكلبش ده وبتفك ايدها. وبعد شوية لما سورين بيرجع بيلاقي الموتوسيكل لوحده، وفجأة كوان بتطلع له من تحت الرملة، وبتطلع كانت مستخبية وبتضربه من ظهره. وفي الناحية التانية بنشوف هالزي وهي بتتمشى في المدرسة في كوكب إريدنوس 2، وبتشوف جون وقت ما كان صغير كده وهو بينقذ ولد بيقع وبيمسكه من رجله، فبتنبهر. وبعدين بنكتشف ان جوزها يبقى الكابتن جيكوب، وده معناه ان ميراندا بنتهم. وفي الحاضر ميراندا بتوصل إريدنوس هي كمان، وهالزي بتبني معسكر عشان تطلع الرمز من الحيطة، وجيكوب بياخدها وبيوصلها للكهف. وهالزي هناك بتطلب كده من جون يبعد عن الرمز عشان ده أقوى من التاني بكتير، فبيخرج وبياخد باله ان كاي متغيرة، فبيفهم هي عملت ايه، وكاي بتقوله انها مش ندمانة على اللي عملته، بس جون بيقول لها انها مش جاهزة لأرض المعركة وبيعاقبها. وبعد كده الفريق بيحاول يكسر الحيطة بالليزر، بس ده بيعمل موجة صوتية كبيرة والكل بيخافوا وبيطلعوا يجروا، والموجة بتبقى كبيرة جدا لدرجة انها بتوصل لماكي اللي بتبقى في الكهوف بتاعة مادريجال، فبتقول وقتها انها عرفت خلاص مكان الرمز التاني. وفي الوقت ده في الكهف الحاجز الحامي اللي حوالين الرمز بيتكسر اخيرا، وفي وقت كده ما الكل بيستعدوا عشان ينقلوا الرمز، جون بيتجاهل اوامر هيلزي وبيلمسه برضه. وقتها بيشوف ذكريات قديمة لهالزي وهي بتخطفه من البيت، وبتاخده معاها كده برنامج سبارتنز، ولما هالزي بتسمع جون بيصرخ بتجري عليه عشان تطمن، فبيستغل الفرصة دي وبيسألها عن اللي عملته. ولما بتقوله انها تتكلم معاه بعدين جون بيتغاظ وبيحاول يهجم عليها، فكورتانا بتطفي جهازه العصبي وبتخليه يفقد الوعي. ولما بيفوق بعدها بيكتشف انهم بيتعرضوا للهجوم من كوفينانت، وبيلاقي انهم بيتعرضوا لضرب نار والفريق بيخسر احسن سفينة عنده، فبيضطروا انهم يستخدموا السفينة بتاعت ميراندا. ولما العلماء بيخرجوا منها ميراندا وهيلزي بيجروا عشان يتجنبوا الانفجارات دي، وبيساعدوا الناس يدخلوا السفينة، والسبارتنز بيخرجوا يقاتلوا الكائنات الفضائية اللي بيغزوا المعسكر، وبتبدأ معركة شرسة بين الطرفين بيستخدموا فيها كل أنواع التكنولوجيا المتطورة، وناس كتير بتموت في المعركة دي. وكاي لما بتشوف كل ده قدامها بتتجمد في مكانها، وده بيخليها كده هدف سهل كوفينانت. وجون لما بيروح ينقذها بينط على العربيات الفضائية وبيخليها تخبط، وبعدها بيقعد يقاتل في الكائنات الفضائية وبيخلص عليهم وهو متعصب على الآخر. وهنا الكائنات بيستغل الفرصة وبيوصلوا للرمز، والسفينة بتاعت الكوفينانت بتاخده. وقبل ما يمشوا بينزلوا ماكي واللي بتعمل نفسها إنها كانت رهينة، وبعدها كاي وماكي بيتاخدوا كده على المستوصف،
وجون بيقرر يحبس هالزي، وبعدها بيشغل نظام التطهير، والمفروض ان هو هيغرقها باشعاعات كتير، وهي بتتحايل عليه ان هو يسيبها تعيش. جون بيقول لكورتانا توقف النظام، بس هي بتقوله انها مش قادره تتحكم في النظام اصلا. وبعدها جون بيفتح الباب لهالزي، وبيطلع ان ده كان اختبار لكورتانا عشان يعرف حدودها. وبعد كده ماكي بتقول للدكاتره انها كانت مخطوفه من وهي طفله، بس مش بترضى تقول يعني تفاصيل اكتر من كده الا لما تقابل جون، فبيسمحوا لها انها تقابله. واللي بتقول لهم ان الكوفينانت عايزين الرمز التاني، وانهم مخبين الاولاني في نظام النجوم. ولما بيسالها ايه اللي يخليه يثق في كلامها، بتقول له يعني انها من الدم النقي زيه بالظبط، وده بيخليه يتعصب ويمشي من الاوضه، وبيخلي الفريق بتاعه يتتبع نظام النجوم واللي محدش كان مكتشفه قبل كده. فبرينجوسكي بتخلي هيلزي كده تقدم تقرير كامل عن كورتانا والمستنسخين، وبعدها جون بيجي يحقق معاها، وبرينجوسكي بتوافق طالما ده هيخليها تتكلم. فهيلزي بتقوله انها عملت برنامج سبارتنز عشان تحكي البشرية، بس وقتها كانت محتاجة اطفال تدربهم، وبما اني مفيش اهالي هيوافقوا على حاجة زي دي، فاضطرت انها تخطف الاطفال وتبدلهم بمستنسخين، واللي ماتوا في الاخر بسبب الامراض واضطرابات غير معروفة. وبتقول لهم انها هي بس اللي تعرف الموضوع ده عشان تحمي جيكوب وبرانجوسكي. بس ميراندا كمان بتسمع الكلام ده، فبتعتبر ان مامتها شيطانة. فجون بيخرج من الاوضة وهو متعصب، وبيطلب من ميراندا انها تتأكد اذا كانت تقدر تتفاعل مع الرمز هي كمان ولا لا. وبيقول لكورتانا كمان ان هو هيبقى يخلص منها. وبعد كده بيروح لكاي وبيقول لها الحقيقة، وبيقول لها تخف يعني بسرعة عشان هو محتاجها. وفي الوقت ده هيلزي بتروح تقابل برانجوسكي، واللي بتقول لها انها طردتها من المشروع، وان ميراندا هتكمل هي الشغل قبل ما تخلي الحراس ياخدوها من المكان. وفي وقت ما ميراندا بتبقى بتعمل اختبارات لماكي، جون بيبدا يتوتر وبيروح للكمبيوتر يطلب منه يعمل له فحص. ومره واحده بيشوف قدامه كوان، واللي بتختفي اول ما الكمبيوتر بيقول له انه محتاج يروح للدكتور في اقرب وقت. وبعد كده ميراندا لما بتكمل يعني شغل مامتها، الكمبيوتر بيرفض يدخلها، وبتلاقي رسالة من مامتها بتطلب فيها انها تقابلها. فميراندا لما بتروح لها بتقول لها انها شيطانة باللي عملته ده، فهلزي بتعتذر لها علشان كانت غايبة عنها. وميراندا بتتصدم وقتها وبتمشي من غير ما تقول ولا كلمة. بس بعدين بنعرف ان هلزي كانت بتمثل، وانها استخدمت عدسة متطورة عشان تاخد نسخة يعني من قرنية ميراندا عشان تقدر تدخل على النظام اللي برنامج السبارتنز. ولما ميراندا بترجع بتلاقي نفسها قادرة تدخل على النظام عادي، وبتلاقي ان نتائج الاختبار بتقول ان جون وماكي في بينهم شفرات جينية مميزة. وبعدها جون بيروح لماكي وبيقول لها انه ملقاش اي حاجة في المكان اللي قالت عليه ده، وبيبدأ يفقد اعصابه. فماكي بتقوله ان لمس الرمز ده هو اللي تعبه، والكوفين انت عندهم احجار طاقتها اقل خلتها هي كمان تتعب، بس بعد تدريب كتير اتعلمت ازاي تتحكم فيهم، والاحجار بقوا الخدم بتوعها، وان لو جون خلاها توصل للرمز هي ممكن تساعده في مشكلته دي. وفي الوقت ده هالزي بترجع تتحكم في كورتانا، وجون بيقنع ميراندا انها تسيبه يلمس الرمز تاني عشان يختبر كلام ماكي. وهي في الاوضه ماكي بتحس ان في حاجه وحشه هتحصل كده، فبتزق الحارس اللي عندها. ولما جون بيلمس الرمز هو وماكي بيجيلهم نوبه صرع، ومخ جون بيتميل ذكريات مزعجه لحد ما مرة واحدة بيلاقي نفسه على جبل مع ماكي، ودكاترة بيلاقوا ان مؤشراته الحيوية، او نقدر نقول مؤشراتهم الحيوية، اتظبطت مع بعض. وجون بيلاحظ انهم جوه حلقة الهالو، بس لما بيلمس ماكي الرؤية بتخلص. وفي الناحية التانية في مدريجال، كوان بتبقى ماشية في الصحراء بالعربية الجيب، وبتفتكر عيلتها، وبتلاقي ان في وشها كده عاصفة ترابية، بس بتفضل مكملة لحد ما بتلاقي خيال غريب. ولما بتنزل من العربية بيجي حد يخطفها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها بين المستيسكي، وبتقابلها الزعيمة ديزدريتا، واللي بترفض توريها اللي باباها شافه عشان كانت شايفة يعني انها مش جاهزة. بس كوان بتخليها تغير رأيها لما بتحكي لها كل اللي عدت بيه لحد ما جت هنا، فبتشرح لها يعني ان اسلافها اكتشفوا ان في بنزين في الصحراء، واللي خلاهم يقابلوا كائن غريب وقال لهم على هدفه الحقيقي. وبعدها بتمسك حتة نار وبتحطها في طبق وبتتحول لمية، وكوان بتشربها. وفجأة كوان بتلاقي نفسها رجعت للبداية خالص، وقت ما كانت في السفينة مع جوان، وبينزلوا بعدها في الصحراء وبيرجعوا لمعسكر المستسك، وبعدين بيقابلوا ريس واللي بيقول لهم يعني على بداية القتال،
وكوان بتتصدم لما بتعرف انها هتواجه جون نفسه. بتحاول على قد ما بتقدر، بس بتلاقي ان جون بيهزمها بكل سهولة، وبعدين بتلاقي ان دي مجرد رؤية وبتفوق عادي يعني. وبعدين بتبدأ من جديد وبتحاول تضربه بأسلحة كتيرة، بس مش بتوصل لأي حاجة برضه. وفي الآخر بتقع وبتسأله هو عايز ايه، فبيشيل القناع وبيمد ايده وبياخدها الصحراء. وهناك بتلاقي مخلوق بيتحول لشكل كل أسلافها لحد ما بيوصل لشكل باباها، فبيعتذر لها على كل حاجة وبيقولها ان في بوابة مميزة هنا وان كوان لازم تحميها. ولما بتفوق بعدها بتقبل دورها كالحامية الجديدة للبوابة، فبتاخد العربية وبترجع بيتها القديم. وبعد ما بتاخد كده رسائل قديمة عن البوابة بتسمع صوت غريب وبتلاقيه سورين، واللي بيقولها ان هو راجع علشان هو وعد جون ان ياخد باله منها بس. وفي اللحظة دي جراس ورجالته بيحاصروا المنطقة، بس كوان بتفكر في خطة وبتقوله انهم يقدروا يستخدموا النفق عشان يشغلوا محطة الهيدروجين ويقتلوهم ويستخبوا هم في الحصن. بس للأسف عشان يعملوا كده محتاجين يفتحوا الماسورة بنفسهم، فكوان بتدخل من نفق سري وسورين بيلهي كده العدو بالنار، وبعدها بيتسلل وبيقتل فيهم من قريب. وبعدها كوان بتوصل للنفق، بس واحد من الجنود بيلاقيها فبيتقاتلوا لحد ما سورين بيجي ينقذها، وبعد كده بينفصلوا عشان يوصلوا الحصن. وفي وقت كده ما سورين بيبقى بيقتل في الجنود، كوان بتشتت انتباههم بالقنابل، وفي الاخر جراس بيضرب سورين وبيهدده ان هو يقتله لو ما خرجش. وفي الوقت ده كورا بتلاقي سلاح السبارتنز وبتضرب بيه الماسوره من بعيد وبتعمل انفجار ضخم جدا. وبعدها سورين وكوان بيدخلوا الحصن قبل ما النار توصل لهم، وقتها العدو بيتحول لرماد. وبعد ما المطر بيطفي النار سورين بيودعها كده، وكوان بتديله فلوس لقيتها في المكان. وفي الناحيه الثانيه هالزي وكورتانا بيلاحظوا ان حاله جون اتحسنت كتير من وقت ما تواصل مع ماكي. وقتها جون بياخد ماكي وبيتمشوا سوا، وبتشرح له ان كوفينانت عايزين الهالو عشان في نبؤه بتقول ان اللي يستاهلوه هما اللي هيبقوا حكام الحلقه. وجون بيكون عايز يعرف بس يعني اللي ما يستاهلوش دول تحصلهم ايه، وبالدايه لما بيعرف انهم المفروض هيموتوا. وهنا بيجوا ياخدوا جون المقر وبيتفرجوا على تقارير البلاد اللي كوفينانت استولت عليها، وبيعرفوا انهم موتوا 11 مليون شخص. فبرونجوسكي بتقول انهم مش هينفع يستنوا لحد ما كوفينانت يجولهم، وجون بيوافق وبيطلب اذن عشان يخلوا ماكي تستخدم الرمز عشان يلاقوا التاني، وبكده يوصلوا لمقر كوفينانت. وبعدها بيروح لماكي وبيقولها الخبر، وماكي بتشكره. وبعد كده وهو نايم ماكي بتقرر انها تفضل هنا، فبتشيل السلاح اللي في ايدها. وتاني يوم الصبح جيكوب بيبلغ هالزي بان برنجوسكي عايزه تطردها من الكوكب. وبعد ما بيمشي بتستخدم العدسه اللي معاها وبتدخل على النظام عشان تتواصل مع ماكي، وبتقول لها ان اليون سي اس ما ينفعش يوصلوا الرمز والهالو عشان البشر لما بيستخدموه هيدمروا بيها نفسهم، وبتكون شايفه انها هي وجون الحكومه بتستغلهم. وبتحلف لها يعني انها هي الوحيده اللي تقدر تساعد، وعايزه منها بس انها تقنع جون يسرق الرمز وتجيبه لها. بس لما بتجيب سيره صحيان امكانيات البشر ماكي بتفتكر خطاب الكوفينانت وبتقفل. بس هالزي مش بتستسلم وبتتصل بفريق جون، وبعد ما بتقولهم ان سلسله الرياده بقت فاسده بتشغل نظام زد، وده معناه ان نظام السبارتنز بيطفي وهي الوحيده اللي بتقدر تتحكم فيه. فبتقول لهم ان جون مش كويس وما ينفعش يثقوا فيه، وعشان كده هم لازم يقبضوا عليه هو وماكي وياخدوا يعني الرمز. بس كاي ما بيبقاش عاجبها الكلام ده خالص، فهالزي بتقول لباقي السبارتنز يكتفوها. وفي الوقت ده في المقر ميراندا بتخلص تحليل في الصوت اللي وصل لها من السفينه اللي ماكي هجمتها من فتره، وبتلاقي صوت ماكي فيها. ولما بتلاقي وسائل يعني التواصل مش شغال عندها بسبب اللي هالزي عملته بتجري عشان تحذر الباقي. وجون بيبقى واخد ماكي تشوف الرمز، والسبارتنز بيبقوا واقفين مستنيينهم في اخر الممر. بس كورتانا بتختار انها تاخد يعني صف جون، فبتحذره من الفخ وبتقطع تواصل هالزي من النظام. وبعد ما بيبعد ماكي جون بيروح يقاتل زمايله مع انه يعني مش لابس الدرع زيهم. وبعد شويه كاي بتفك نفسها فبتروح تساعده، وهنا ماكي بتروح للاوضه وبتقول لجيكوب برانجوسكي على اللي حصل. بس في اللحظه دي ميراندا بتيجي وبتقول لهم ان ماكي هي العدو، فالحراس بيمسكوها وبيقعدوا يحرقوا فيها بالاسلحه بتاعتهم. وده بيفكر ماكي بالشخص اللي كان بيعذبها وهي طفله، فبتمد ايدها كده وتلمس الرمز عشان تنتقم منهم. ولما بتشغله السبارتنز بيتهزموا هم كمان، وجون وماكي بيلاقوا نفسهم في الحلقه. وقبل ما تختفي ماكي بتودعه، وبعد ما بيفوق بيلاقي المقر كله بيتعرض للهجوم، وميراندا
بتقوله إن ماكي أخدت الرمز وهربت، فبيروح يدور عليها، بس بيلاقي السبارتنز بيهددوا كده بإنه هيقتل كاي، وهنا جون بيشرح له إن هالزي خطفتهم وعملت لهم غسيل مخ كمان، بس السبارتنز مش بيصدقوه لحد ما جيكوب بيجي وبيقول إن دي الحقيقة، وبيعترف إن هو كان بيساعد مراته، ولما ميراندا بتسمع ده بتزعل منه هو كمان، فالسبارتنز بيوافقوا يعني يساعدوا جون يلاقي ماكي، وكاي بتروح ورا هالزي، وللأسف هالزي بتكون مشيت خلاص بالسفينة، بس كاي بتكون قريبة من هالزي فبتنط كده على السفينة وبتدخل من السطح، ومساعد هالزي بيضربها بس كاي بتموته، وهالزي بتستغل الفرصة دي عشان تهرب، وبعدها السفينة بتقع قريب كده من القاعدة، بس لحسن الحظ كاي بتعيش عشان الدرع بتاعها بيحميها، وبعدها جون بيفتكر نبوءة الكوفيننت، وبيستوعب إن هو الدليل، فبيخلي كورتانا كده تدور له يعني على كوكب شبه كاس الإزاز لحد ما بيلاقيه، وبيطلع إن خدعة النور دي هي اللي بتخليه مستخبي، وفي وقت كده ما فري السبارتنز بيتحركوا عشان يرجعوا الرمز، رجالة جيكوب بيلاقوا هالزي وبيرجعوا القاعدة عشان يعدموها، بس هالزي بتجيلها نوبة صرع وبتقعد تنزف كده، وده بيدل على إنها مستنسخ وإن هالزي الحقيقية هربت. وفي ناحية تانية ماكي بترجع الكوفينانت وبتسلم الرمز واللي هيخلي الحكام يبدأوا رحلتهم، ولما بتطلب منهم ياخدوها معاهم بيوافقوا، بس هم يعني لوحدهم بيبقوا بيتفقوا هم هيخلصوا عليها ازاي بعد ما تشغل الرموز يعني. وفي الوقت ده جون بيبقى بيحاول يروح هناك في أسرع وقت، بس السفينة بتتعطل منه في الطريق وجزء منها بيولع، فكاي بتطفي كده النار وجون بيفضل يتحرك، وبعد تخبيط كتير بيوصلوا أخيرا كده، والفريق بينزل على الكوكب وبيهزموا الحراس بكل سهولة من غير يعني ما يحسسوا الحكام بأي حاجة. وبعد ما بيحطوا الرمزين جنب بعض جون وماكي بيحسوا ببعض، وجون بيحس ان هو دايخ وبيقع، فالعدو بيشوفه، فالحكام بيفتكروا ان ماكي هي اللي جابته وبيبعتوا فريق ضخم عشان يحاربوا، فالطرفين بيتقاتلوا، والبشر بيقدروا يقضوا على عدد كبير من الكائنات الفضائية، خصوصا جون اللي بيقدر يهزم عدد كبير جدا منهم قبل ما يروح ورا القائد بتاعهم، بس للأسف الكائن ده بيكون قوي جدا وبيهزمه وبيكسر الخوذة كمان بتاعته، ولما ماكي بتشوف ده بترجع للرمز وبتلمسه عشان يطلق يعني موجة تهزم المحاربين الفضائيين، وبعدها الرمز بيطلق شعاع لفوق وبيكشف مكان الهالو، وفي الوقت ده يعني جون بيروح لماكي، بس للأسف يعني الاتنين بيلاقوا نفسهم في الحلقة، ولما بيحاول يقنعها ان ده غلط وانهم لازم يمشوا السبارتنز بيحموا جون وهو ثابت في مكانه وبيبعدوا عنه الكائنات الفضائية، بس بيبقى في كتير قوي منهم بيضربوا نار في كل مكان، ومرة واحدة جون بيلاحظ ان ماكي بتنزف، ولما بيرجع للواقع بيلاقي جثتها بتقع قدامه، وبتطلع ان كاي هي اللي اضطرت انها تقتلها عشان تنقذ جون، وقتها الرمز يعني بيطفي والطريق للهالو بيختفي، والكوفيننت بيشوفوا نص الطريق وبس، وبعدها الكائنات الفضائية بتتغلب على السبارتنز وكلهم بيتهزموا ما عدا جون اللي بيفرض يمشي يعني من غير الفريق والرموز، وعشان يتجنب ان هو يفقد وعيه لما يلمسه بيطلب من كورتانا انها تستولى على جسمه، وكورتانا بترفض عشان ما تبقاش واثقة اذا كانت هتقدر ترجعه ولا لا، وده بيخلي الكائن يضرب جون ويطيره، ولما كورتانا بتلاقيه يعني بيموت بتوافق تسيطر هي على جسمه، ولما بتستولى على جسمه بتخلص على الكائنات الفضائية في ثانية، بس القائد بتاعهم بيبقى لسه واقف، فكورتانا بتتحكم في سفينة السبارتنز من بعيد وبتضربه بيها، وبعدها بتاخد الرموز وبتهرب ومعاها باقي السبارتنز في السفينة، وبما انهم مش معهم عدة الإسعافات بيقفلوا الجروح بتاعتهم بالنار. وبعد شوية كاي لما بتروح تطمن على جون بتلاقي يعني راسه بس بتتحرك، ومحدش بيبقى عارف هو عايش ولا ميت. وبكده بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا، واشوفك بقى في العظمته اللي جاية يا صاحبي. سلام.